بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عنا هذه كليو 4 عام 2018 19 وحتى 20، يعني شو فباش نعملوا لها الميزاجور اللي هو يعني وقتاش تغيير الزيت. نحلو كونتاكت، نحطو الكارتة، نحطو كونتاكت، نحطوها تشعل قدامنا هنا. هنا عنا شعلت هي كونتاكت، تكتب لك هنا فار ريفيزيون. شنو هنا تكتب فار ريفيزيون؟ معناتها فار ريفيزيون معناتها لازمك تعمل الصيانة متاعك اللي هي متاع الواجبة اللي هي متاع تغيير الزيت. شنو نعملو هنا توا؟ هنا باش يعني عملنا تغيير الزيت وفلتروات، انا شونجينا الكل، شونجينا الفلتروات والزيت، نولو نشوفو باش نعملو لها ميزة زيرو باش نرجعوها يعني عادية. هنا نقعدو نمشو بهذية من هنا، هذية اللي هي متاع اللي هي متاع المساحات جهة اليمين والوحدة الوطنية هذي. هذه نجيو نقعدو هنا نعملو هنا اللي هي اللي نلقو فيها الريفيزيون، وبعدها باش نلقو اللي هي استانس. اوتونوم دي ريفيزيون، نقعدو نازلين على هذه، هي في كلمة اوتونوم دي ريفيزيون. بعد ثواني أني كتبت لك فير بيدونج دون زيرو كيلومتر موا، توا باش نعملو مرة أخرى، نزل أخرى باش تعطينا، ونزل أخرى هنا باش تعطينا البيدونج وقتاش. شفتوها؟ عطاتك بيدونج على 10,000 كيلومتر في العام، معنتها تو بعد 10,000 كيلومتر تقول لك عمل بيدونج. عطاتك 12 شهر، إذا كان أنت تحب تعمل نتاع 20 تعطيك نتاع 20 كيما تحب أنت. توا عملنا أوتونوم دي ريفيزيون هذيك، توا هنا هذيك ما عادش تكتب لنا اللي هي فيها ريفيزيون، كي نحطو كونتاكت ونتاع الدياغنوستيك تكون تشعل هنا أحيانا تولي تطفى ما عادش تشعل. توا هنا تطفى ما عادش تشعل، وترجع غادي ما عادش تكتب لك فيها ريفيزيون، عادية تولي عادية. إن شاء الله تنفعكم حاجة كما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفوا هذه متاع البريسيون بنو، نقعدوا نازلين على هذه كيف كالعادة، لأن هنا هذه قاعدة تشعل، نقعدوا نازلين عليها. ننت تكتب لك سي معناتها هنا راني طفات نتاع الريفيزيون بنو طفات، ما عادش فما عادش موجوده، كانت موجوده قبل ما نعمل الريفيزيون. بريسيون بنو سي ست تي بي دبليو في ما عادش يخدموا بها، انما توا وفات ما عادش عندنا مشكل با دي ميساج ميموريزي، ما عادش فما حتى عندنا حتى اشكاليه في الميساج نتاع نتاع التابلو. كان عندنا نتاع البنو هذيك تشعل، بعد ما لقيت طبعا البنوات حطيت لهم 2 كيلو و200 كل عجله، 2 كيلو و200 لازم نفسخوهم من هنا كما عملت لكم تو. هذه العمليه يعني ميساجور نتاع التابلو نتاع الكليو 4 عام 2018 19 و20. ان شاء الله تنفعكم حاجه كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.